ولا تنكرًا جهلًا نكيرًا ومنكرًا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. الثالث الميزان، الميزان وهو ميزان حقيقي له كفتان، ميزان حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني موازين أعماله، فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فأيهما رجح فإنه يأخذ جزاءه بموجب ذلك من رجحان الحسنات أو رجحان السيئات. وهذا من عدل الله جل وعلا أنه لا يظلم أحدا، بل يجازى الإنسان بعمله، يوزن ويجازى به. نعم.